قعدت سادسه علم علوم، وكنت مش مصدقه في الاول يعني. الحمد لله لما الوزير قال لي وكده يعني لسه كنت قاعده افكر ايه حقيقي ده ولا خيال، يعني مش معقول. بس الحمد لله يعني ربنا وفقني والله جامد اوي. انا لسه مش مستقره ادخل طب ولا علوم ولا ايه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، بس انا بحب الفيزياء يعني جدا، واعتقد ان انا هدخل حاجه في علوم يعني ان شاء الله. اول حاجه ربنا الحمد لله، فضل ربنا عالي يعني جدا الحمد لله. وبعد كده امي طبعا واهلي كلهم الحمد لله كانوا يعني محفزيني جامد ومديني اكتر من طاقتي جدا، يعني اللي هو انتي اكيد هتطلعي ومن غيرك يعني وكده، بس انا ما كنتش متصوره يعني كل الكلام ده. بس الحمد لله يعني كل دول، وطبعا مدرسين بتوعي ممتازين يعني وناس شاطره قوي يعني وعاجبيني جدا الحمد لله. انا عايزه اقول ان انا ما عندكش فكره سعيده جدا قد ايه الى ابعد مدى بمكالمه الوزير النهارده، اسعدتني وكملت فرحتي بانجي، لان هي تستحق فعلا. وده الكلام اللي انا قلته للوزير، قلت له هي تستحق فعلا انجي ادبا واخلاقا وضمير الى ابعد مدى. حتى اثناء الدراسه ما كانتش بتنسى حفظ القران، وكان نفسي ومن عيني اقول لها، مش عارفه اقول لها ازاي، بلاش يا انجي القران اثناء الدراسه، احنا ثانويه عامه. ومع ذلك كانت محافظه على حفظ القران هي وزميلتها مي مع بعض، وكنت بقول الله يبارك لكم ويعوض وقتكم ان انتم بتضيعوا في القران ده، خير لكم ان شاء الله. واولا الحمد لله على ربنا جابه. بالنسبه لانجي بنتي، انجي من البنات اللي هي يعني خلقا وادبا وعلما، والحمد لله تعالى ربنا كلل تعبها بالنجاح، وسيجعل الفضل الاول والاخر طبعا لربنا ولوالدتها اللي هي كانت مسندها بشكل يعني كبير جدا. واني طبعا ما كنتش مصدق لما دخلت البيت وقالوا لي ان الوزير اتكلم في البيت، كانت بالنسبه لي انهم بيضحكوا معايا يعني، ولكن انا كنت متوقع انها تبقى متفوقه على المحافظه ولا. فربنا كرمنا جدا باننا وصلنا للمرحله اللي احنا سمعناها دي، واتمنى لها كل خير ان شاء الله. ومش عايز اوصف لك يعني سعادتي فعلا قد ايه يعني.